كوادريشن مني في وضع الجايد لاينز والانتيبيوتيك بوليسي. كمان هيبقى عندي كاستمر نيرس هتعمل معاها من خلال ان انا اعمل لها تريننج. كوادريشن سنتر كليه الصيدله جامعه طنطا لثلاث اسباب. اول سبب ان هو اكريديتد من الاكاديميك والجوفرمنتال اورجانيزيشن. تاني حاجه دخل الدراج ريليتد انفورميشن ضمن خدمه الهيلث كير سيرفيس في خدمه المجتمع وتنميه البيئه، عشان كده المحافظه بتدعم الدراج سنتر معانا. ثالث حاجه هو بقى نوت ريستريكتد على منطقه الغربيه بس ولا منطقه الدلتا بس.